تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مقاليد الحكم. رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن عميق فخره واعتزازه بما تشهده مملكة البحرين من نهضة حضارية وتنموية تجسد رؤى وتطلعات جلالته في تحقيق كل ما يعود بالنفع والخير على مملكة البحرين وشعبها الوفي، مؤكدا معاليه وبكل ثقة أنه من القادم من الأيام سيحمل لمملكة البحرين بإذن الله تعالى المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة للبناء على ما تحقق من منجزات شاملة في مختلف المجالات وميادين العمل الوطني، سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.